قعدنا ان احنا نروح نتعرف من مراسلنا مينا مكرم على احوال شوارع القاهره الكبرى. مينا، صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي صباح الخير يا مصر. مرة جديدة في جولتنا المرورية اللي النهاردة بدأناها في منطقة وسط البلد، والحقيقة الوقت اللي فات تجولنا بشكل موسع في مناطق كتيرة وشوارع وميادين رئيسية في وسط البلد، ولاحظنا يعني حالة من السيولة المرورية الملحوظة مع وجود طبعا بعض الكثافات. النهاردة نهاية الأسبوع، لكن في التقاطعات المرورية فقط اللي بيتم من خلالها توقف السيارات لوقت محدد، وبعد كده بتعود السيولة مرة أخرى. خليني أستعرض معاك دلوقتي بشكل مباشر من خلال الكاميرا اللي هتظهر لنا الحركة المرورية. احنا من لحظات بسيطة خرجنا من شارع الألفي وشارع عبد الخالق ثروت وصولا إلى شارع قصر النيل، ومنه وصلنا كمان لمنطقة كورنيش النيل اللي احنا متواجدين فيها حاليا بمحاذاة مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. زي ما حضراتكم ملاحظين انه الى حد كبير في سيولة ملحوظة مع وجود بعض الكثافات المتوسطة اللي موجودة في الاتجاهين، سواء الاتجاه اللي جاي من كورنيش النيل منطقة شبرا وكوبري 15 مايو او الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. وخليني كمان اشير يا جمانة لانه على شمالنا لو هنلاحظ في اعمال لتطوير منطقة الكورنيش وانشاء ممشى اهل مصر، المشروع الكبير اللي هيمتد بطول الكورنيش لرفع كفاءة الكورنيش وتطويره وتقديم مكان ترفيهي مميز لكل المواطنين علشان يقدروا يستمتعوا فيه. احنا مقبلين دلوقتي كمان على كوبري 15 مايو واللي ملاحظين وجود بعض الكثافات المتوسطة عنده، لكن مع كمان وجود حركة مستمرة للسيارات. دي كانت أبرز ملاحظاتنا يا جمانة النهاردة للحالة المرورية في مختلف مناطق وسط البلد اللي تواجدنا فيها. عودة ليك يا جمانة مرة تانية. مينا طبعا بشكرك، شكرا جزيلا، ونتمنى ان السيوله المروريه تكمل، خاصه النهارده يعني الخميس نهايه الاسبوع الدنيا بتبقى زحمه شويه، فنتمنى ان السيوله المروريه تستمر. بشكرك يا مينا طبعا، شكرا جزيلا.